الشيخ حمود كان حفظه الله الشيخ حمود الصوافي يتصل بنا ويتصل بالطلاب، يتحايل الأهالي، يريد أن يعلم أولادهم القرآن، يريد أن يعلمهم علوم الشريعة في الصيف، يفرغ أولادهم ويتمننوا عليه. لماذا؟ لأن ما حاسين بقيمة هذه العلوم، لا نحس بقيمة هذه العلوم. تعلمهم بالمجان ومع ذلك لا يأتوك، لا يأتوك. لماذا؟ لأن الآباء لا يدفعونهم دفعا. يقول يا أخي قلنا لي روح يتعلم لكن مطع يمشي. طيب ما يوم من الأيام إذا ولك مطع يمشي المدرسة النظامية، أتقول هذه العبارة؟ هل بيقول هذه العبارة؟ كلا، وإنما بيغضب وبيزمجر وبيضرب ولده، والحالة حال، وربما تطلق الأم من أجل الولد، لأن الولد مطع يروح المدرسة. أما إذا مطع يمشي حلقة القرآن أو مطع واحد من الآباء يقول يا أخي تعبتوهم أولادنا، في الصبح يروح المدرسة وفي العصر يرجعوا بيوهم في المسجد، أسبب تسويهم حلقات قرآن، عاد اطفروا أولادنا، اطفروا من كثرة يعني الضغط، هذا ضغط، ضغط عليهم. ذهبنا إلى الجزائر في وادي ميزاب مع أصحابنا الإباضية، ووجدنا أولادهم يقوموا من الساعة 3 من الليل، من الساعة 3 من الليل يقوموا قبل الفجر، يروحوا يتعلموا القرآن في المسجد إلين صلاة الفجر، ثم يرجعوا من صلاة الفجر ويتجهزوا حال المدرسة النظامية، يرجعوا من المدرسة النظامية في الظهر في العصر يروح الكتاتيب، وهكذا طوال المدة. والولد يبقى بين المدرسة النظامية وبين حلقات القرآن لا يفتر. ولذلك في كل سنة أقل شيء من وادي ميزاب يتخرجوا 50 حافظ للقرآن الكريم، 50 حافظ لكتاب الله عز وجل. هذا أقل شيء. من هين؟ من الوادي. هذا ما من الجزائر، من وادي ميزاب فقط، من مجموعة قرى، 7 قرى أو 8 قرى فقط، هذه يتخرجوا منها أقل حاجة 50 حافظ للقرآن الكريم. طيب حنا من 5 قرى من بقى 50؟ بقى 10 حفاظ للقرآن الكريم. ما نريد حفاظ، نريد متقنين للقرآن، نريد متقنين لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن نحن قصرنا في واجبنا تجاه كتاب الله، هذا على مستوى الأفراد، فكيف عاد على مستوى الدول، على مستوى المجتمعات، على مستوى المصلحين، على مستوى الدعاء، على مستوى العلماء؟ تقصير كبير تجاه كتاب الله عز وجل. أمة لا تهتم بالقرآن، كيف سيوفقها الله عز وجل للسير على منهج القرآن الكريم؟ إذن عليك أن تتعلم ثم تعلم ثم تتلو. أنت تتلو، اسأل نفسك يا أيها المسلم، اسأل نفسك متى قرأت القرآن. بعض الشباب متى آخر مرة قرأ القرآن؟ قال والله يوم كنت في الثانوية، يوم كان يراجع حال الثانوية، من 10 سنوات ما فتح المصحف. وبعض الشباب ما شاء الله يفتح المصحف متى؟ في أيام رمضان، أتشوف في الأيام الأولى ما شاء الله المسجد مثل ذباب النحل، كل ما شاء الله قراء للقرآن الكريم، وكل ما تقدم الأيام كل ما أخف العدد، خف العدد، إلين ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. يرجعوا كل حد يرجع خلاص، اغسلوا من العيد، غلقوا المصحف.